مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو وان سول؟ ما هي ميزات وان سول؟ ما هو وان سول؟ هو دكس الذي يستحقه التشفير. تهدف وان سول إلى أن تكون منصة التداول الأكثر شمولا في ديفي. ما هي ميزات وان سول؟ أي شيء يمكن للمستخدمين القيام به على بلوكشين الإيثيريوم باستخدام مجمعات ديكس، يجب أن يكونوا قادرين على القيام به باستخدام وان سول في عدة أضعاف سرعة الإيثيريوم وبجزء بسيط من التكلفة. ستنمو قائمة الأصول القابلة للتداول على المنصة بشكل كبير، وستشمل كل قطاع في سوق التشفير بما في ذلك جيميفاي وديفي وسيفاي وNFTS والأصول. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.